السلام عليكم، معاكم أستاذة منورة العربي. هنكمل مع بعض. وقفنا المرة اللي فاتت عند الـ frequency distribution وإزاي نقدر نعمل frequency distribution table، وعملنا له constructing مع بعض المرة اللي فاتت، وكان التيبل اللي وصلنا له كان بالشكل ده. الـ classes أو الـ intervals اللي عندنا كانت 155 ل 190، وقلنا ان احنا بنبدأ بنعرف ايه هو الرينج ونحدد الـ number of classes، وبعدين نحدد الـ class width بان احنا نقسم الـ range على الـ number of classes اللي عندنا، وبعدين بنعد الـ frequency او الـ number of entries in each class. ووصلنا في النهاية بنعمل الـ lower limit plus الـ class width لحد ما نوصل للشكل اللي احنا وصلنا له المرة اللي فاتت، وهو كان كده. وبعدين هنكمل. وكانت الـ frequencies عندنا كانت 3 و 2 5 6 7 4 and 3، والتوتال فريكوينسي كان هو ال n وهو sample size. طيب ايه هو ال relative frequency distribution؟ هو بالظبط نفس الفكرة لل frequency distribution، ولكن الفرق بس ان احنا بنشوف ال fraction ال relative frequency هي بتهتم بالفراكشن of each class from the sample size. يعني ايه الكلام ده؟ يعني عايزين نشوف الكلاس ده الاول مثلا بيمثل نسبة قد ايه من التوتال سامبل سايز اللي عندنا، وبالتالي بنقدر نحصل عليه بان احنا عشان نقدر نجيب الريلاتيف فريكوينسي بنقسم الفريكوينسي للكلاس نفسه على السامبل سايز. يعني مثلا في الجزء الاول هنقسم الثلاثة على السامبل سايز اللي هو الثلاثين. يعني لما هنعمل كده خلينا نشوف كأننا بنبني جدول تاني هو للريلاتيف فريكوينسي. هنحط هنا ريلاتيف فريكوينسي، هنقسم أول واحد التلاتة على التلاتين، وبالتالي طلع عندنا اللي هو 0.1. وبعدين هنعمل اتنين على التلاتين 0.07، الفايف على الثيرتي 0.17، عندنا السكس على الثيرتي هي 0.2، وهكذا 0.23، 0.13، 0.1. ولازم النهاية يكون واحد، لازم مجموعهم في الآخر يكون هو الواحد. اتكلمنا مع بعض قبل كده عن الـ frequency distribution، وعرفنا ازاي نعمل construction للتيبل وكل الـ steps الخاصة بيه. كمان عملنا relative frequency distribution وقلنا ان هو بس بيحدد ايه هي نسبة كل class interval من الكلاسز كلها او من العينة اللي عندنا كلها من السامبل. النهاردة عايزين نعرف ازاي نقدر نعمل الـ commutative frequency distribution، او بنسميه التوزيع التراكمي. في الـ commutative frequency distribution بنبقى مهتمين نعرف أقل من أو بيساوي. يعني إيه أقل من أو بيساوي؟ يعني كأننا وإحنا بنتكلم عن الـ commutative frequency بنحصل على the sum of frequencies of the class of that class and the previous ones. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو احنا مثلا زي الاكزامبل اللي فات احنا كنا مهتمين نعرف ايه هو الاكسبنسز اللي كانت اقل من الكلاس الاول كان عندنا من 155 ل 190، ايه هي الاكسبنسز اللي كانت اقل من 190، يبقى بناخد معانا كل الكلاس انترفل ده.
طيب لو احنا مهتمين نعرف ايه هي الكلاسز اللي كانت او ايه هو عدد الانترز اللي كانت اقل من او equal to 126، معنى كده ان احنا مش بس هنا كان في 3، مش هنا كان في 2، اسفه، معناها مش ان احنا بس هنبقى مهتمين بالاتنين دول، احنا طالما قلنا عايزين الاكسبنسز اللي كانت اقل من 226، معنى كده ان كمان الكلاس الاول داخل معانا. يبقى احنا لما نيجي نسأل ايه هو الكلاسز او اكس، لو افترضنا ان الاكس هي الاكسبنسز اللي كانت اقل من او بتساوي 226، معنى كده ان احنا هنقول ال2 اللي هو الكلاس اللي موجوده فيه 226 زائد الكلاس اللي قبلها لان هما كمان اقل منها. وبالتالي لو في الكلاس اللي بعده قلنا ايه هو عدد الانترز اللي كانت اقل من 262، يبقى لو بنتكلم عن ان الاكس اقل من او بيساوي 262، يبقى احنا بنتكلم عن ال5 بلس ال2 بلس 3، يعني هنبدأ نجمع الكلاس مع البريفيوس كلاسز كمان، وهو ده الديفينيشن للكوميونيتيف فريكوينسي. يبقى لو احنا بنعمل الكوميونيتيف فريكوينسي للجراف اللي عندنا، لو قلنا ان اقل من 155 فهو اكيد هيبقى 0، لكن احنا هنبدأ من اقل من 190 وبالتالي هتكون 3. طيب اقل من 226 هنجمع مع اللي بعده هيبقى 5. طيب أقل من 262 هنجمع مع اللي بعده يبقى بالتالي هيكون 10. طيب لو احنا بنتكلم على أقل من 298، أقل من هنا كان الكلاس بتاعنا كان بادئ عند 263 لحد 298، وكان عندنا هنا 6. يبقى لو احنا بنجمع يبقى هنفضل نجمع كده لحد ما هنوصل هنا 16، واللي بعد كده هنجمع هيبقى 23، بعد كده هنجمع هيكون 27، وهنجمع لحد ما هنوصل لل 30 اللي هي التوتال سامبل سايز. لازم من العلامات المهمة جدا ان لازم اخر ايكون هنا واخر فاليو عندنا هيكون هو نفسه السامبل سايز اللي هو الان، لان احنا كاننا بنجمع كل الداتا اقل من اقل من اقل من، وبالتالي هنوصل انها اقل من اكبر قيمه هي الفاليو بتاعت الداتا كلها. تمام كده. يبقى احنا خلينا نلخص اللي احنا عملناه لحد دلوقتي. احنا اتكلمنا عن 3 types of frequencies، اول واحد كان الفريكوينسي ديستريبيوشن، تاني واحد كان الريليتيف فريكوينسي ديستريبيوشن، واخر واحد هو الكوميونيتيف فريكوينسي ديستريبيوشن. بالنسبة للفريكوينسي ديستريبيوشن اتفقنا ان احنا لو عندنا رو داتا يبقى بنحدد العناصر المهمة الرينج والكلاس ويدث والنمبر اوف كلاسز وكل العناصر دي، وبس بنعد هو الكاونت اوف انتريز. اما بالنسبة للريلاتيف فريكوينسي ديستريبيوشن فهي بتحدد fraction أو the percent of each class from other classes from the class from the sample size. يبقى fraction of each class from sample size اللي هي ال F over N، وبنحصل على relative frequency من خلال dividing the frequency لل class ده divided by ال N small، sorry ال N small اللي هي لل sample. أما ال cumulative frequency وهي عبارة عن X أقل من أو بتساوي، وبنبدأ نجمع مع بعض لحد ما نوصل لآخر value هتكون هي حجم ال sample وهي ال N. بكده نكون خلصنا الجزء الأول، وهو الجزء الأول من descriptive methods وهو التيبلز. دلوقتي احنا هنكمل ان شاء الله بعد كده في الجرافس، وازاي نقدر باستخدام الفريكوينسي ديستريبيوشن وباستخدام الكوميونيتي فريكوينسي ديستريبيوشن والريليتيف فريكوينسي ان احنا نحصل على مجموعه من الجرافس اللي بتعبر عن quantitative data اللي هي numerical، او اللي بتعبر عن qualitative data او اللي هي الكاتيجوريكال.